السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ليدي لي سمو البنات. كنتمنى هذا الفيديو يوصلكم وانتم على احسن الاحوال. هذه الايام هذه كنعيشوا واحد الظروف اللي صعيبة، ولكن الحمد لله الحل في يدينا. دونك خصنا نتحدوا يد في يد ونسمعوا القوانين دابا اللي تحطات واللي كانت صارمة باننا ما نخرجوش الزنقه، يعني ما نخرجوش للضروره القصوى، وخصوصا الدراري ما يخرجوش نهائيا مادام جلسوهم للقرايه، الا وخصهم صافي يجلسوا، يعني خصهم يبقاو في الدار شويه. هي الحقيقه شويه صعيبه، بان الدري غتقول ليه فوالا انت ما غتخرجش اليوم، ما عندك لا مدرسه لا والو، غتقيل في الدار، ولكن ما عندناش البديل. دونك الدراري لي زونفون ديالنا خاصنا نخليوهم في الدار، نلهيهم باش ما بغينا. يعني في الصباح الدراري اللي عندهم القرايه يحاولوا يقراو، نقراو معاهم شويش، وفي العشيه نلعبوا معاهم، نديروا معاهم دي زاكتيفيتي، نقدروا كاع ندخلوهم معنا لاكويزين، علاش لا، دير انت هذا دير انت هذا، ولهيوهم، لان الدراري خصك ضروري تلعب معاهم، دير لهم شي حاجه فين يتلهاو، ولا حتى التلفازه علاش لا. دونك خصنا نلقاو حنا الحلول لراسنا مع وليداتنا باش ما نخليوهمش يخرجوا للزنقه نهائيا. وحنا الناس الكبار، يعني الوالدين، يخرجوا للضروره القصوى، يعني الا محتاجه شي حاجه وما لقيتهاش ولكن كاين عندي البديل غادي نستعمل البديل. دونك هذا الكلام هذا من قلبي، لان انا خايفه بزاف 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 على حبابي، على الناس ديالي، على المغرب ديالي كامل، المغرب كامل خايفه عليه، يعني يوصل لهذا السيناريو اللي وصل ليه ليتالي، ولا اللي وصل ليه دابا فرنسا، لان حنا دابا كنسمعوه كنشوفوا بان الناس نهار على نهار كتموت، والسبيطارات عمرو وما قادينش. دونك هذا الميساج هذا درتو بين قوسين في هذا الفيديو هذه، باش نقول لكم بان كلنا مسؤولين. اي واحد فينا راه مسؤول على السلامه ديالو، على السلامه ديال الوالدين ديالو، على السلامه ديال الناس اللي دايرين به، الجيران ديالو، يعني وسيرتو نحافظوا على سيرتو الناس الكبار، يعني نحاولوا ما نمشيوش لعند الوالدين ديالنا. والحمد لله كاينه دابا الطرق ديال التواصل، يعني كاين الواتساب، كاين التليفون، الحمد لله. دونك فوالا، كنتمنى الميساج ديالي يوصل وكل واحد يبقى في دارو، وان شاء الله ان شاء الله هاد الازمه هذه نتعداوها وتكون بدون خساره، ولا بادنى خساره. فوالا، دابا ان شاء الله غادي ندوزو لا فيديو ديالي اليوم، بيسك لا فيديو اللي درت مؤخرا ديال معقم اليدين ومعقم ديال الدار، بزاف اللي جاوني شي اسئله على المعقم سورتو ديال الدار، فيه يعني درت فيه لو فينيغر الخل الابيض، ودرت فيه الماء، ودرت فيه الويل ايسونسييل. دونك وبزاف الناس اللي يقول لك نقدر هذا الويل ايسونسييل نعوضه بزيت اخر ولا دونك الا ما كانش عندنا الويل ايسونسييل، من احسن نستعملو غير الخل الابيض، هو باش نعقمو الدار ديالنا. ولا بغينا نديرو الخل الابيض ونزيدو فيه الماء، نحاولو نديرو واحد المحلول اللي يدير لينا غير يومين، لان من بعد يومين غيخسر، لان الماء اللي كنديرو غير الماء ديال الروبيني، يعني ماشي واحد الماء اللي بيغ. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه اخرى ديال جافيل، لو ديال جافيل، لو ديال جافيل، ولكن بمواد طبيعيه، يعني ماشي جافيل اللي كنشريو فيه الكلور. غادي نحتاجو الخل الابيض، فينيغر بلون، فوالا، غادي نحتاج فيه 250 مليليتر، والبيكربونات دو سود، فوالا، بيكربونات دو سود 50 غرام، دونك 250 مليليتر 50 غرام، وغادي نحتاج 10 ديال لي غوت ديال ويل
لوي ليسونسييل تيتري فوالا ديال شجره الشاي، ولا ما كانش عندنا نقدروا نستغناو عليه. بالنسبه لهاد الوصفه هذه نقدروا نستغناو عليه، لان هادو بجوج هما بيغوفيون، ولكن هذا معقم، دونك هذا كيزيد في التعقيم. ولا ما كانش عندنا دونك نديروه غير هما بوحديتهم. فوالا طريقه التحضير ديالو ساهله، يعني غير غادي نديرو غير الخل الابيض، وغادي نبدا نزيد فيه بيكربونات دو سود، ولكن غنحاولوا نزيدو بشويه لان غيوقع لنا واحد التفاعل كيميائي، دونك غنبقاو غاديين معاه بشويه بشويه حتى نكمل هاد 50 غرام كامله. فوالا كيما قلت لكم، يعني نبقاو غاديين بشويه بشويه لان كيوقع لنا واحد التفاعل كيميائي. الا درناه بكامل غادي يفيض لينا، دونك خصنا نبقاو غاديين بشويه بشويه حتى كيديكاجا هاد الغاز هذا. فوالا بالطريقه هادي حتى نكمل كميه كامله. صافي، من بعد ما كملت البيكربونات دو سود كامل، فوالا خاصني نحركو حتى يدوب ليا كامل وما يبقاش داك التفاعل الكيميائي. فوالا هذاك الغاز كامل يمشي لينا، نبقاو تنحركو حتى يدوب كامل. صافي، من بعد غادي نزيد 10 ديال لي غوت ديال زيت شجره الشاي. فوالا صافي، ونحرك مزيان. هذا هو المحلول اللي وجدته معايا، دونك درتو انا في هذه القرعه هذه ديال الفينيغور بلون. المهم في اي قرعه ديروه اللي موجود عندكم. هنا صافي كنديروه في الزيف اللي غادي نمسح به. فوالا غير قطيرات، ونعقم به الدار كامله، اي بلاصه نعقمها، ميم سطح العمل نقدروا نعقموه به. دونك يعني محلول ساهل وبمواد اللي هي طبيعيه. فوالا، كنتمنى من هذا الفيديو يكون تكونوا استفدتوا منه ولو 1%. والميساج هو بان كل واحد يبقى في داره، واي واحد شاف شي حاجه اللي ما عجباتوش يهضر، يعني يهضر مع جاره مع احبابه. ضروري خصنا نتحدوا في هاد المحنه هادي. دابا بقى لي نودعكم ونقول لكم مع السلامه، على بروشين فوا ان شاء الله.